اسرائيل لن توقف الضرب الا بعد نزع سلاح المقاومه. لا لا، اولا هم ضحاياهم كثيره جدا، وضحاياهم يعني لاول مره بنشوف ضحايا بهذا الشكل. الحاجه الثانيه انه كلهم بره دلوقتي بيتفسحوا، فمطار بن غوريون مقفول، فهم مزنوقين اكتر من اي حد تاني، والمقاومه مشروعه، والضغط اللي هم بيعملوه ما حدش يقلل من قيمته. الحكومه المصريه تعمل غزه المبادره المطلوبه من الحكومه المصريه لا، المبادره فيها كلام كبير جدا. لا لا لا، في كلام دلوقتي على ان المبادره المصريه مقبوله باليات فلسطينيه. المطلوب من الحكومه المصريه